نظرة عامة على شكل الأبراج ونجاحها فيما يناسبها من أعمال. برج الحمل: يمثل هذا البرج بداية الأبراج في الدائرة الفلكية، لذلك هو البداية والانطلاق لكل ما هو جديد. هذا البرج المنطلق والحر يستطيع أن يكون ناجحاً جداً في القيادة، سواء كانت قيادة في مهنة كإدارة أو قيادة فكرية لقناعة معينة يؤمن بها، فصدقه الكبير واندفاعه يجعل منه شخصية قادرة على حشد الجماهير المؤيدة له بكل سهولة، لأنه يستطيع أن يوصل رسالته لأعماق من أمامه دون عناء، ولأنه يحارب كثيراً مدافعاً عما يؤمن به، فهذا يضمن له اجتماع المؤيدين له، فيتحقق النصر، وتصل رسالته لأكبر عدد ممكن من الناس. معظم القيادات الكبيرة والتي تركت أثراً في الجماهير كانت من برج الحمل، ولا أتكلم هنا عن النجاح البسيط، إنما تلك القيادة التي تمثل القيادة الروحية لانطلاقة أي حركة فكرية أو إنسانية أو مهما كان نوعها. فهذا البرج إذا حشد المؤيدين له تأكد تماماً أن التأييد له ولصدقه ولحركته سيستمر حتى بعد موته، ويبقى أثره مسجلاً في التاريخ. لا ننسى أنه قد يضحي بروحه من أجل أن يدعم ما يؤمن به، وهذا ما يجعل منه قائداً ناجحاً قد تفتقد بقية الأبراج لهذه الصفة. وبما أنه من الأبراج النارية القوية فهو ناجح في الرياضة، بل قد يكون من أصحاب الأرقام القياسية إلى جانبه العقرب والأسد. برج الثور: يمثل هذا البرج بيت المال والممتلكات والجمال، لذلك أنجح ما يكون في أمور الحسابات المالية والمصرفية ووضع الميزانيات الدقيقة، فهو يعرف جيداً كيف يحقق أرباحاً وبأعلى جودة، وينجح أيضاً في الأعمال المتعلقة بالجمال، فهو يملك ذوقاً حساساً في اختيار كل ما هو جميل وثمين، ويملك نظرة ثاقبة في معرفة الشيء الجميل شكلاً ومضموناً. إن أخبرك برج الثور بأن هذا الثوب جميل أو وضع لك ميزانية لعمل بعض التطوير في العمل، فتأكد تماماً بأنه أفضل من يفعل ذلك، وخذ ما يقول بشكل موثوق. ذوق برج الثور العالي يجعلهم ينجحون أيضاً في عمل الطعام، فكثير منهم يكون طباخاً ماهراً ويعرف ما يجعل الطعام مرغوباً، فهم محاسبون ماهرون وطباخون عالميون أصحاب مزارع كبيرة. ينجح هذا البرج في كل ما هو جمالي ومالي وكل ما يستطيع الإنسان أن يملكه. برج الجوزاء: يمثل هذا البرج بيت التواصل والتحليل المنطقي والتفكير والتنقلات. معظم أصحاب هذا البرج يملكون يدين ناعمتين رجالاً أو نساءً، فهم ليسوا بحاجة لقدرة جسدية عالية، بل قدرتهم تكمن في عقولهم المفكرة. نجدهم ينجحون جداً في أمور الاتصالات والإلكترونيات والمبيعات. بالتأكيد الشخص الذكي يعرف كيف يسوق ما لديه، وهذا ما يفعله الجوزاء، فلا تستغرب إن أقنعك شخص بشراء سلعة لم تكن مقتنعاً بها من قبل، ثم أقبلت عليها بكل صدر رحب وسعادة. تأكد عندها أن من باعك هو من برج الجوزاء. ينجح بشكل كبير في أمور الإلكترونيات ويبدع بها. كثير من الهكر من الجوزاء. لا تغضب عزيزي الجوزاء، فهذه شهادة أنت تعتز بها كثيراً، لأنك تعرف أنك ماهر في تلك الأمور. ينجح أيضاً كدليل سياحي وكسفير، فهو ماهر جداً في عرض ما يعرف من معلومات أمام الناس، لأنه اجتماعي جداً ولديه قدرة جذابة بالحديث واستقطاب المعجبين. برج السرطان: يمثل هذا البرج بيت العائلة والرعاية والأمومة. إذا رأيت ممرضة يحبها المرضى ويطلبون رعايتها، تأكد أنها سرطان. ينجح هؤلاء الأشخاص في كل ما يتعلق برعاية وحماية الآخرين، مثل التمريض والعلاج الطبيعي والتعليم في المراحل الابتدائية والتعامل مع الأطفال،
وينجحون أيضاً في دور الرعاية للمسنين أو حتى في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ينجح أيضاً السرطان أن يكون محامٍ بارع يدافع عن المظلومين وينجح في العقارات. برج الأسد يمثل هذا البرج بيت الفرح والأطفال والحب، وبما أنه يحكمه الشمس الملك بين بقية الكواكب فهو ينجح جداً في الأعمال التي تحتاج للظهور مثل التمثيل. كثير من الممثلين الناجحين على المسارح من برج الأسد، فالمسرح لا يرهبهم أبداً بل على العكس يجلب لهم السعادة والراحة وكأنه المكان الطبيعي لهم. ينجح الأسد أيضاً في خلق المكان المناسب له ولمن يحب أن يتبعه، فهم لا يحبون العمل بناءً على رغبة الآخرين إنما يفضلون العمل بطريقتهم الخاصة. بالتأكيد فهم الملوك، يصنعون مملكتهم الخاصة بهم في كل شيء. ينجحون في مجال التعامل مع الأطفال مثل التعليم. ينجح الأسد بكل تأكيد في تنظيم الحفلات والمعارض والتعامل مع المشاهير. إن لم يكن مشهوراً فبالتأكيد أنه سيعمل مع المشاهير. برج العذراء يمثل هذا البرج البيت السادس، بيت الصحة والأعمال الروتينية اليومية، لذلك ينجح صاحبه في أمور التغذية وكل ما يتعلق بعمل الترتيبات الدقيقة، فهو أيضاً يحكمه عطارد. العذراء لديه صبر كبير في التدقيق في التفاصيل الصغيرة وتحليلها منطقياً. كثيراً منهم نجدهم مستشارون قضائيون أو مشرفون تربويون أو مدققون ماليون، دائماً يبحثون عن الخطأ. ينجحون أيضاً في العمل في شؤون الموظفين والموارد البشرية، فهم يعرفون جيداً ما هو لصالح الشركة وما هو لمصلحة الموظف. لا تستطيع أن تغلب عذراء في نقاش تحليلي يعتمد على الصحة والخطأ، فهم الأنجح في ذلك. برج الميزان هذا البرج الجميل الذي يمثل بيت الشركاء والآخرين والذي يحاول دائماً أن يبقي الجميع سعداء. ينجح جداً في التعامل مع الناس بوجهه المبتسم ومراعاة أن يبتسم الآخرون. معظم الميزان ينجح في مجال الإعلام كالمذيعين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع الجماهير. ينجح في التجميل والديكور والأزياء. الميزان ينجح في نقل المعلومات والأخبار بشكل كبير، لذلك هو ناجح كصحفي، فنجده سباقاً لتحقيق إنجاز إعلامي حصري له. برج العقرب يمثل هذا البرج البيت الثامن الذي يمثل أصعب البيوت، فهو بيت الأمور المخفية والمعقدة وكل ما يتعلق بالعقل الباطن. ينجح هذا البرج كمحقق جنائي وكمحلل نفسي، كطبيب أعصاب أو باطني. هذا البرج المعقد يندرج تحته مختلف المهن، فعندما نجد أن أمهر الباحثين الجنائيين فيه نجد أيضاً أكثر المجرمين دقة فيه أيضاً، لذلك هذا البرج ليس عادياً. يملك أصحابه الكثير من الأمور المخفية، نجدهم يبرعون في كثير من المجالات كإدارة ناجحة وصارمة أو رياضة أو طب أو بحوث أو تحليل أو كتابة أو أي أمور حساسة، ينجحون في المهن المخفية أيضاً. برج القوس يمثل هذا البرج البيت التاسع، بيت السفر والديانات والتعليم العالي. معظم بروفيسورات الجامعات المرموقة نجدهم من برج القوس، فهم لا يستطيعون أن يكونوا بثقافة عادية، يتطلعون دائماً للتوسع والتطور في تعليمهم وتعليم الآخرين. ينجح هذا البرج في التعليم عموماً وفي العمل كمرشد اجتماعي أو ثقافي أو سياحي. ينجح في العمل مع الأجانب والثقافات المختلفة مثل العمل في السفارات والقنصليات. يستطيع أن يكون صاحب حركة فكرية تحررية، نظرته المستقبلية للحرية تجعله ينجح كداعم للحركات التحررية الفكرية أو الدينية. برج الجدي يمثل البيت العاشر أي بيت المهنة والسمعة بشكل عام،
يعتبر هذا البرج الطموح ناجحاً في أي مجال يختاره، فهو لا يقبل بأن يكون نجاحه عادياً. طموحه يدفعه دائماً لتحقيق المزيد، ينجح كثيراً في الإدارة أو كرئيس مجلس إدارة، ينجح في الدوائر الحكومية لأنه يعرف كل ما يتعلق بعمله، ينجح في الشرطة، في الوزارات، في إدارة المنشآت، في أن يكون مدير مصنع، مدير مكتب عقاري. صاحب برج الجدي لا يبقى مكانه في العمل، فإن عدت إليه بعد 10 سنوات ستجده حقق ترقية أو تسلم منصباً رئاسياً. برج الدلو يمثل البيت 11، بيت المستقبل والإنسانية. يمثل هذا البرج الحرية كإنسان بمعنى الكلمة، لذلك هو يدافع عن الحق العام ويكره الظلم، ولا يقبل أن يتبع أي حركة تنافي مبدأه الأساسي. الإنسان عنده هو الكرامة، لذلك نجده ناجحاً في المؤسسات الحقوقية، وكثير من الدلو يتبع منهجاً داعماً لأحد المنظمات الإنسانية إلى جانب عمله. برج اجتماعي جداً، ويؤمن برأيه ويتقبل رأي الآخرين. ينجح كطبيب نفسي جداً، وينجح في أمور الطاقة البشرية، قاض، محام، نائب عام، ومعلم مربي. ينجح كذلك في أمور غير عادية، معظم العلماء ينتمون للدلو، يكتشف ويخترع لأنه يسبق عصره دائماً. رواد الفضاء وعلماء الفلك والطيارون كثير منهم من الدلو، تشعر بالغرابة في حضور الدلو بالتأكيد، فهو ليس في زمانه بل هو قادم من المستقبل. برج الحوت أكثر الأبراج إبداعاً وحساسية، يمثل البيت 12، فهذا البرج عبارة عن كل الأبراج مجتمعة معاً، لذلك طبيعته مختلفة عن البقية، لا تستطيع أن تكتشفه من صمته. طبيعته الحساسة تجعله ينجح في أمور الإبداع مثل الكتابة والموسيقى والفن عموماً. أشهر الفنانين والكتاب من برج الحوت، ينجح هذا البرج في العمل خلف الكواليس كمخرج سينمائي، مصور، كاتب، رسام. ينجح أيضاً في العمل في قطاع الأدوية أو المختبرات، ينجح كقبطان أو بحار، ينجح بالعمل في مجالات النفط والغاز. لا ننسى أن هذا التحليل ينطبق فقط على البرج الشمسي والطالع، ومن لديه مجموعة من الكواكب في بيته الأول إلى جانب الشمس، لذلك يجب دائماً العودة للخريطة الفلكية الشخصية لكل فرد حتى نحدد ما يمكن أن ينجح به في العمل.